مساء الخير. انا باخذ او مداخلتي عن الجانب الطلابي او جانب العمل الطلابي وعلاقته والوضع الحالي سابقا وحاليا. كان لتاسيس اتحاد وطني لطلبه البحرين في 25 فبراير 1972 دور رئيسي في تاسيس العمل الطلابي البحريني وتوسيع تحركاته في عده بلدان عربيه واجنبيه، حاملا اهدافا عده على ما اعتقد من اهمها الدفاع حقوق الطلبه والسعي على حل مشاكلهم وان يكون التعليم مجاني بجميع مراحله المطالبه بتاسيس جامعه وطنيه. وتجلى دوره ايضا في نشر الوعي النقابي وتاسيس الاساليب الديمقراطيه بين الطلبه. يعتبر الدور الابرز والذي يوجد بالفعل لحد الان هو خلق كوادر طلابيه عده اصبحوا معظمهم قاده التيارات السياسيه الحاليه. واجه الاتحاد عوائق من الدوله جعلت نشاطه يتوقف بشكل او باخر عبر منع العديد من الطلبه والطالبات من السفر لاستكمال دراستهم الجامعيه، وعبر انشاء الانديه الطلابيه بتمويل مادي من الدوله، وكان السبب الرئيسي لتاسيس هذا الاضعاف دور الاتحاد الوطني لطلبه البحرين، والذي تحقق بعد فتره الى ان تجمد عمل الاتحاد نسبيا. في المرحله الثانيه بعد اصدار دستور 2002 وتوسيع صلاحيات العمل السياسي في البحرين، وتوسعت ايضا صلاحيات العمل الشبابي والطلابي بالسماح بتاسيس جمعيات شبابيه مختلفه وانشاء مجلس طلبه جامعه البحرين عبر عمل الانتخابات الطلابيه وظهور نشاط القوائم الطلابيه تمثل توجهات مختلفه في البلد. وبعدها ايضا تم انشاء مجالس طلابيه في بعض الجامعات الخاصه. ولكن بالرغم من تحسن الوضع مقارنه بالوضع السابق الا انه لا يزال العمل الطلابي يفتقد العديد من صلاحياته، وذلك من خلال لائحه داخليه منظمه الانتخابات الطلابيه ولمجلس طلبه جامعه البحرين، والتي تشترط في من يرشح نفسه ان لا يكون عضوا اداريا في جمعيه او هيئه خارج الجامعه تمارس نفس النشاط او تسعى لتحقيق ذات الاهداف، اي بمعنى عزل النشاط الطلابي داخل الجامعه عن اي نشاط طلابي اخر يمارس خارج الجامعه، مما يشكل فراغ كبير في التفاعل مع المشاكل الطلابيه والشبابيه في المجتمع والسعي لحلها. وتندرج ايضا تحت هذه النقطه من اللائحه منع عمل القوائم الطلابيه بشكل رسمي داخل الجامعه. كان القوائم تمثل توجهات شبابيه وطلابيه خارج الجامعه، بما معنى عدم الاخذ براي الطلبه الفعالين في مؤسسات المجتمع المدني خارج الجامعه. بالنظر الى مرحلتين المهمتين في تاريخ عمل الطلاب البحريني وكيف كان دور الطلبه انفسهم الرئيسي في عمليه تطوير وتوسيع صلاحياتهم، ومن خلال العوائق التي مرت بهم نجد انه من المهم ان يكون هناك ممثل طلابي رئيسي لطلبه البحرين في الداخل والخارج في الجامعات والمدارس، يتاسس من الطلبه انفسهم وليس من طرف اخر. يسعى بدرجة الأولى تعزيز الوعي الوطني في صفوف الشباب والطلبة والدفاع عن حقوق الطلبة ومصالحهم، ويسعى أيضا لتطوير عملية التعليم ودمجها بالعمل النقابي والطلابي لصنع كوادر تخدم المجتمع مستقبلا، ويتم ذلك عبر إعادة تأسيس الاتحاد الوطني لطلبة البحرين. وأيضا مطلوب من الطلبة في الداخل والخارج الانضمام في منظمات طلابية تدافع عن حقوقهم وترفع همومهم دون التقييد بالقيود المفروضة عليهم من قبل مؤسسات الدولة. وشكرا.